مجريات الأحداث في سوريا تقلل من فعاليتها المتنوعة، وخصوصا في محافظة اللاذقية حيث تنوعت المهرجانات فيها، وكان آخرها مهرجان الصيف الذي تستمر فعالياته حتى نهاية الشهر الحالي على أرض المدينة الرياضية. اخترنا المنطقة هي أول شيء لأهميتها بالنسبة للاصطياف والسياحة ولجماليتها ولرغبة الناس كلهم يجوا يصيفوا باللاذقية، فهي منطقة كتير هامة لحتى تنشط الحياة السياحية والاقتصادية وكل هاي النواحي. نحن عنا فعالية الحياة مو بس مهرجان تسوق، فعاليتنا هي بتنقسم لعدة أقسام. أول شيء عنا فعالية رياضية، بطولة أقوى رجل وامرأة بسوريا، بطولة سيد وسيدة الشاطئ، وكيك بوكسينج، وفي عنا مكاسرة جرح الجيش. نحن اخترنا كمان يكون في عنا مهرجان تسوق للمنتجات الوطنية والاقتصادية الهامة لحتى كمان تنشط هي نشاطة بالساحل ومنطقة اللاذقية. عندنا 5-6 أيام مرتقة يعني فعاليات رياضية اللي هي أخذ الحافز الأقوى بالمهرجان، وراح تشوفي أنه في شيء يعني خلينا نقول خلال فترة وجيزة قصيرة جدا عملنا شيء من لا شيء، ولحنا لازم نركز للرياضة من ضمن هاي الفعاليات ونطور آلية العمل تبعيتها بالمستقبل والأيام القادمة إن شاء الله. تضمن المهرجان العديد من الفعاليات الفنية والفعاليات الاقتصادية المشاركة من جميع المحافظات السورية التي تعرض منتجاتها المتنوعة بأسعار تشجيعية ومنافسة، وذلك بالتزامن مع حلول عيد الأضحى المبارك. نحن دائما عم نكون متواجدين باكثر المهرجانات والمعارض لنشوف انه الحمد لله سوريا عم تتعافى، وهلا قبل الاعياد ان شاء الله كل عام وانتم بخير، عم نشوف الحمد لله اقبال جيد نوعا ما مبدئيا، وان شاء الله لقدام حيكون اكثر. عم يكون في نشاطات غنائيه رياضيه اضافه لحسومات الاسعار للشركات الغذائيه. بما ان شركه جديده نحن بهمنا نشارك بهيك مهرجانات للدعايه، لنعرف العالم على المنتج بشكل احسن، لنعرف العالم على مميزات المنتج. كيف الاقبال بشكل عام باول ايام المهرجان؟ كثير حلو، يعني شوي هلا بلشت الاعياد بلشت العطل، فالامور ان شاء الله لاحسن واحسن. عبر اهالي محافظات اللاذقية والمحافظات الاخرى عن سعادتهم بالمهرجانات التي تقام في فترة الصيف. ان شاء الله كل عام وانتم بخير لكل الشعب السوري والرحمه على الشهداء يا رب. المهرجان كثير حلو خاصه هلا بالصيف واعطال، واجا وقته مناسب كونه قبل افتتاح المدارس، يعني اسعار كثير مناسبه. اول شيء بدي اقول للكل كل عام وهن بالف خير وينعاد عليهم بالخير يا رب، والعيد الجاي والمعرض الجاي رح ينعمل يكون افضل من هيك، ظروف افضل من هيك ان شاء الله. حضور لافت رافق المهرجان بأيامه الأولى وسط آمال وطموحات جمة فيما يتعلق بعودة الحياة إلى ما كانت عليه.